هم منا ونحن منهم ولهم، شعار رفعناه عاليا في سلطنة عمان بعد تزايد حالات اضطراب طيف التوحد في الأعوام المنصرمة، ومن منطلق مسؤوليتنا ودورنا المهم في توفير بيئة متخصصة تقدم أجود الخدمات وأفضل التقنيات لهم، تأسس المركز الوطني للتوحد ليكون بوابة وطريقا مشرقا ننقل من خلاله أبناءنا من عالم التوحد إلى عالم أرحب. يعد المركز الوطني للتوحد بوابة مشرقة للأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد ولأسرهم والعاملين معهم، وأملاً واعداً لتطوير الخدمات التأهيلية والتدريبية وتجويدها بما يتلائم مع الحاجات التطويرية والنفسية والتعليمية للأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد، للوصول بهم إلى المسار المنير الذي يسهم في تمكينهم ودمجهم في المجتمع. وفي ظل الانتشار المتزايد لأعداد حالات اضطراب طيف التوحد بسلطنة عمان، شرعت الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص إلى تأسيس المركز الوطني للتوحد وتقديم أفضل الخدمات والبرامج التأهيلية والعلاجية المعتمدة عالمياً في مجالات التربية الخاصة، العلاج الوظيفي، علاج النطقي والكلام، العلاج السلوكي، الإرشاد النفسي والاجتماعي، التهيئة والتأهيل المهني، بالإضافة إلى البرامج والأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية. يسرنا أن نشهد افتتاح المركز الوطني للتوحد، ونحن سعداء بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة التنمية الاجتماعية من خلال جميع مراحل هذا المشروع، منذ تبلور فكرة المشروع ومن خلال مرحلة البناء وإنشاء وصولا إلى الافتتاح والتدشين. يعزز هذا المشروع جهود الاندماج الاجتماعي، حيث سنقوم بالمساهمة في تنمية قدرات أطفالنا. نشكر كافة شركائنا لدعمهم لنا لهذا المشروع النوعي، كما نقدر ثقة مجلس إدارة الشركة والمساهمين على دعمهم لمبادرة هدية لعمان. رحلة عمل طويلة ودؤوبة تكاتفت فيها كل الأيادي، ونقلت فيها أفضل الخبرات الخارجية المساندة والمعززة لرؤية ورسالة المركز. الحقيقة أن المسيرة التي مشى فيها الفريق الذي أسس هذا المركز لم تكن سهلة على الإطلاق، وإنما أيضا كانت فيها محطات عديدة، وتشرفت أنا شخصيا والزملاء معي بالعمل مع زملاء كرام من مختلف الجهات لأجل العمل على تحقيق رؤية المركز الوطني للتوحد. رؤية الجمعية العمانية للتوحد ترتكز على تحويل اضطراب طيف التوحد من كونه محنة ترهق كاهل الآباء والأمهات والمهتمين باضطراب طيف التوحد في سلطنة عمان إلى منحة تجمع الجميع وتكون سبب في تكاتف الجميع لتحقيق مستقبل أفضل للأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد في سلطنة عمان. ستكون الرحلة معهم ممتعة، وستكون قلوبنا بيوتاً جميلة آمنة تحتويهم.